هل يقال بأن النذر لغير الله منه ما هو شرك أصغر ومنه ما هو أكبر؟ النذر من الشرك لا تفصل، إذا فصلت هان الأمر على الناس على عمومه. نعم، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، خلها على عمومه لا تفصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشيخ ما فصل، قال باب من الشرك النذر لغير الله. نعم.